قال الخبير الاستراتيجي دكتور حسن عبد الرحيم أبو عجاج إن مشاركة القوات المسلحة في اليمن تأتي من خلال منظور عسكري استراتيجي يعزز العديد من الأبعاد والمصالح المشتركة ذات المسارات الإقليمية والدولية، بالإضافة للعديد من المنافع الاقتصادية على مستوى الأفراد والدولة. المشاركة الوسطى في اليمن بعد الثورة وبعد التصحيح اللي حصل، هناك بعض المطالب الذي الوسطى يعني تنسحب من اليمن، يعني بيروا بانهم كالناس العاديين بيروا انه يا اخي القوات دي الان ليس له هناك لها فائده، لكن المنظور العسكري الرؤيه للقوات المسلحه وزاره الدفاع بتروا انه يا اخي هناك فوائد كثر من هذه المشاركه، وشيء المشاركه الفعاليه للقوات في كيفيه القتال مع قوات خارجيه، يعني بدي بعد استراتيجيه للقوات المسلحه. بعد ذلك هناك منظور مالي يعني على مستوى الافراد يعني وعلى مستوى الدوله، يعني نعلم تماما بانه هناك فوائد اقتصاديه في هذه المشاركه، يعني اتت اموال للنظام السابق لكن لا ندري كيف تصرفت هذه الاموال او كيف يعني تم توزيعها، فكان مزونها النظام السابق، لكن الان على مستوى الافراد يوجد هناك يعني فوائد اقتصاديه، وتعرف مراكز السودان يمر بظروف اقتصاديه كان لابد الناس يعني يشاركوا في هذه القوات.